متتبعي قناة الفاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص. فاش نسد بمجلس مدينة الدار بدأ شركة التنمية كازا ايفنت من أجل يعني اهتمام بالتنشيط الثقافي والرياضي داخل مدينة الدار البيضاء، يعني لمجموعة من الناس استبشروا خيرا بأن على الأقل مسألة الدخول والخروج من ملعب محمد الخامس ستولي واحد مستوى احترافي كما تنشوفوا في العديد من البلدان الأوروبية، بحيث أن المقابلة ستكون مثلا في إسبانيا أو فرنسا مع تسعود الجمهور تيدخل حتى لهذيك 8 ونص حتى الأربعة تيلقاو كان ديالو محجوز ما كاين لا ديرونجمون لا والو، ولكن هادشي ما وقعش في ملعب محمد الخامس. فاي مقابلات يتم الاستياء تاع الجماهير للوداد ولا الرجاء، الامر اللي تجدد او ايضا مع المقابلتين اللي غتعرف اللي غتجريهم كل من الرجاء والوداد يوم الجمعه والسبت المقبلين. الجماهير الوداد والرجاء غاضبه من طريقه بيع التذاكر، مؤكده ان شركه كازا ايفنت فشلت في تدبير هذه القضيه هذه. من اجل مناقشه هذه القضيه نستضيف السي مروان الراشدي عضو مجلس مدينه الدار البيضاء عن حزب الاتحاد الشركي، بما ان مجلس مدينه الدار البيضاء هو الذي ينتدب شركه التنميه المحليه. سي مروان مرحبا بك. مرحبا، شكرا على الاستضافه. جماهير الوداد والرجاء اول مره ولا من المرات القليله اللي تتوحدوا بيناتهم يعني ضد واحد الشركه اللي شركه كازا ايفنت بسبب طرح طريقه طرح تذاكر المقابلتين الحاسمتين الرجاء والوداد، اشنو رايك انت في هذه القضيه هذه؟ اولا شكرا، ومره اخرى شكرا على الاستضافه. المشكل ديال اوراق الدخول للملاعب تفجر بشكل ملموس في هذه المقابلتين المهمتين ديال الوداد والرجاء، ولكن راه قبل الجماهير بجوج دقات ناقص الخطر ودارت مجموعه من البلاغات اللي كتعبر فيها على السياء ديالها والتذمر ديالها من طريقه الدخول، من طريقه اقتناء الاوراق، من وراسلات لا الشركه كازا ايفنت ولا المكاتب المسيره ديال هذه الفروق بجوج ديال الوداد والرجاء. للاسف ما لاحظناه اليوم هو تراجع خطير، يعني عوض الشركة أنها تقدم وتفاعل مع الاحتجاجات ديال الجماهير والمطالب ديالهم والملاحظات ديالهم رجعت بين نقطة الصفر. نقطة الصفر هو العودة لتقطع الأوراق في في الكيشي. باش نوضحوا للناس، يعني كان قبل كان تطرح التذاكر الرقمية، الآن ولا التذاكر عبر الكيشي، يعني كما قلتي رجعنا للور سنوات طويلة. وهذا بحقيقة سؤال خطير، لأن هذه الشركة أولا هذه الشركة هي غير منفذة، المسؤول عليها السياسي هو مجلس المدينه. انا اسائل المكتب ديال مجلس المدينه، هذا ملعب عامين ومسدود بسبب كورونا، وكان عندنا الوقت الكافي، تخسرت عليه اموال طائله للاصلاح واعاده الاصلاح واعاده الاصلاح. المسؤولين ديال الوداد والرجاء هما اعضاء الاحزاب الاغلبيه المشكله لمجلس المدينه، كان الوقت الكافي للتحضير لعوده الجماهير للملعب. ملي كنقولوا ليتيكي الكترونيك هذا متعارف عليه عالميا. السؤال راه المشكل ماشي في ليتيكي الكترونيك، المشكل في الاليات اللي كتستقبل هذيك ليتيكي، لان لا يعقل ان التيكي مزوره كاين الاليه اللي كتكشفها. حنا دابا شركه التنميه المحليه عوض ما تصلح الاليات ديالها وتجيب اليات اللي هي بالفعل كتماشى مع لي نورم وكتكشف الاوراق، رجعت من نقطه الصفر. ونقطه الصفر هي نرجعوا لتقطع الاوراق، كتعرف الحاله اللي كاينه في الدار البيضاء حاله ديال غليان ما بين الجماهير، ما يمكنش تجمع جمهور الوداد وجمهور الرجاء واللي هما ساكنه في الدار البيضاء بصفه عامه، ساكنه الدار البيضاء بصفه عامه وجزء كبير من ساكنه الدار البيضاء تجمعهم في مقابلتين اللي حاسمتين وتجمعهم في رقعة صغيره. دابا الان هذه الشركه الله يسمح لها اختارت اصغر شركه ديال التسهيلات، وهذا سؤال كبير ونطرحوا على مجلس المدينه وعلى الشركه. في الوقت اللي كاينين شركات اخرين كبار ومتواجدين في جميع المناطق ديال الدار البيضاء، اختاروا شركه اللي ما عندها. نعطيك نموذج، عماله عين السبع الحي محمدي اللي انا جزء منها، ما كاينه فيها حتى بوان فون ديال الاوراق. دابا تخيل معايا ان الجمهور ديال الوداد والجمهور ديال الرجاء خصو ينتقل من عماله عين السبع روش نوار الحي محمدي، خصو يمشي يقلب في سيدي مومن او في البرمونسي او في درب غلف. هذا كيعبر على ارتجاليه في العمل، ولا ان العمل ما فيهش منهجيه وما فيش تفكير سباقي وما فيش تحضير سباقي، فيه عمل لحظه بلحظه. هذا الشيء اللي خلى البعض تيقول ان القضيه تاع التنظيف داخل الملعب محمد الخامس خاص يتعاد فيها النظر، وتيمشيو الابعاد تيقولوا خاص الفروق تاع الدار البيضاء الرجاء ولا الوداد هي اللي تكلف بهذه الماموريه بلا ما نسندوا الماموريه لهذ الشركه. والا الا كنا غنديروا غير ليتيكي راه كنظن فريق الوداد ولا فريق الرجاء راه كافي وقادرين ينظموا راسهم، ولكن هذه الشركه نورمالمون ملي دارت راه دارت باش تكون وسيط، وسيط اللي يخفف العبء لا على المكاتب المسيره ولا على الجماهير ديال اجراء المقابلات خصو يكون بطريقه احترافيه طبيعه. لان دابا حنا باقي كنذكروا للاسف حنا باقي كنذكروا على ليتيكي، خصنا نذكروا على الملعب وعلى انسانيه الملعب.
لان لا يعقل ملعب محمد الخامس في وسط مدينه الدار البيضاء، المدينه اقتصاديه واللي حنا مراهنين عليها وهي الوجه ديال المغرب، باقي الملعب عندنا عباره على اسمنت. دابا الجماهير ديالنا ملي كتجي كتدخل الاسمنت. عندنا حنا نعطيك انا بعض الامثله، عندنا لي بوزار هي تابعه لمجلس المدينه وفيها طلبه جيدين وفنانين تشكيليين مهمين، هذاك الملعب غير نعطيه جماليه، رسموا صور اللاعبين ديال الوداد وديال الرجاء الناس نسوه. عندنا مرافق لتحت ديال المركب محمد الخامس معطيه للجمعيات، وهنا كنتسالوا اش كدير في ديك الجمعيات، على الاقل ديك الجمعيات غير تحسس الجماهير. الا ما كتحسس الجماهير خاص هذيك المرافق الملعب خاص تكون فيه مرافق تجاريه واقتصاديه، خاص الجمهور يجي كيحس بانه جاي المرفق ماشي غير داخل جاي يدوز واحد القهوه واحد الشويعات اللي زوينه. بطبيعة الحال حنا دابا كنشوفوا الملاعب الاوروبيه الناس كيدوزوا نص نهار تما وما كيطلعوا للملعب حتى الخمسه دقائق الاخيره. حنا خص مسكين المواطن ديالنا والجمهور ديالنا خصو يجي الماتش الا مع تسعود خصو يجي من الجوج ويبقى جالس وما يلقاش الماء. وكاين واحد الصور على الفيسبوك تبع منتشره بان الجماهير تتفطر داخل التيران على الماتش راه بقى جوج سوايع ولا ثلاثه سوايع. ودابا تخيل معايا لو كانت المرافق التجاريه لتحت راه سوق اقتصادي، راه رواج تجاري، راه هذا تستافد منه حتى المدينه، تستافد منه المدينه وتستافد منه. نعطيك حاجه اخرى، دابا حنا ملي كنخرجوا خارج المغرب اش كنلقاو في الملاعب الاوروبيه؟ كنلقاو متاحف ديال الفرق كتخلص فيها واحد الثمن مهم. حنا عندنا الوداد وعندنا الرجاء مشاركين في عصبه الابطال ديال القاب عربيه افريقيه دوليه، عدد ديال الجماهير العربيه والاوروبيه يتمناو يجيو يشوفوا المتحف ديالك. هذاك مركب محمد الخامس خصو يكون فيه متحف ديال الفرق بجوج. ولكن ما تشوفش ان المسؤوليه ايضا تحملها المجلس المدينه الدار، كما قلت هو اللي منتدب شركه هذا، واش ما عند المجلس ما عندوش رؤيه باش نحولوا هذا ملعب محمد الخامس، هذا الجوهره، هذا الملعب اللي يستقبل مقابلات اللي هي حاسمه ومصيريه، وعدوا فاء الخير حتى على المنتخب المغربي، شفنا المقابله الاخيره اللي تاهل فيها كاس العالم، باش نتحولوا الى وجهه سياحيه. بهادشي اللي تقول هو شوف انا قلت في الاول مجلس المدينه هو المسؤول الاول والاخير، لان شركه التنميه المفروض انها تنفذ ماشي تقرر، الان هي اللي كتقرر. مجلس المدينه لا علاقه له، والدليل انها قررت تخفيض عدد التذاكر يعني باش نتكلموا بالعقل. غير في الاسبوع اللي فات دايره تذاكر 45000 وفي المقابلتين المهمتين 35000 بدواعي امنيه. واش الاسبوع اللي فات ما كانش دواعي امنيه؟ هذا فيه واحد التدبير تجاري. مجلس المدينه مسؤول الاول والاخر، المفروض مسؤول المدينه فيه احزاب مشكله الاغلبيه ديال مجلس المدينه، المفروض تجيب برنامج ديالها، وهذا البرنامج كان خصها تبدا تفعيله انطلاقا من انتخابها. حنا الان دوزنا 10 شهور ولا 11 شهر ديال هذا المكتب ديال مجلس المدينه. الا كيبان لك شي اثر على الملعب وعلى تدبير الملعب وعلى التدخل، راه كاينه لجنه التتبع ديال وهذا السؤال ديال لجنه التتبع ديال شنو الراي ديالها، شنو الموقف ديالها، واش دارت شي اجتماعات ما دارتش شي اجتماعات؟ شوف حنا سمعنا انها غتنعقد. انا كعضو مجلس المدينه ما عندنا عليها وقتاش انعقدت، ما عندنا عليها خلاصه ديال الاجتماع ديالها، ما لا اعتقد انها انعقدت هذا. وبالتالي راه المشكل في التدبير السياسي، راه الا ما كناش حنا قادرين نفرضوا على هذه الشركه هي تمشي ترشح عند المواطنين وتدوز، لان ما يمكنش انت تجيب برنامج عند المواطنين وتقول لي انا راه باغي نخدمك وباغي نعاون وباغي نصلح، ومني تاخذ المكتب تلقى شركه هي اللي كتقرر. لا، يا يكونوا قادرين يقرروا يفعلوا برنامجهم، اولا خصنا نشوفوا برنامجهم، لان احنا للاسف كنعاود نقولها احنا دابا في 10 شهور باقي ما بانش برنامج مجلس المدينه. وهاد القضيه تاع الملعب محمد الخامس واش عمر طرحت داخل دورات تاع مجلس المدينه الدار البيضاء؟ نهائيا. الى يومنا هذا احنا شوف، لان هاد شركه التنميه المحليه هي ماشي دوره غير رياضه. هي دورة الجانب الثقافي، وانا شخصيا انا عضو لجنه التتبع ديال المهرجان ديال الدار البيضاء الثقافي. انا كنقول دابا حنا 8 شهور، السنه بقات فيها شهرين او 3 شهور لم نستدعى لاي اجتماع لتحضير المهرجان الدار البيضاء. وبالتالي كنقول لك كاينه غياب الرؤيه، غياب برنامج واضح، غياب، لان باش هذيك الشركه كان خصها تفعل حتى الجانب الثقافي. حنا الدار البيضاء حنا دابا في رمضان، شهر رمضان شهر اللي الناس كيتعاطوا فيه مع الجانب الروحي وكذا، كيتعاطوا مع الجانب الثقافي والجانب الشعبي. اشنو دير مجلس المدينه؟ باستثناء بعض المهرجانات اللي مهرجانات معزوله. لا، ما نتكلموش على المقاطعات، المقاطعات كدير مهرجان، ولكن مجلس المدينه خصو يدير برنامج طيله السنه، ماشي مهرجان في السنه. ثانيا خصنا نحددوا شنو كنبغيو حنا في الجانب الثقافي. حنا ما كنديروش مهرجان بحال الجمعيات كمجلس المدينه، حنا خصنا نشوفوا اشنو غنخرجوا من الدار البيضاء، شحال غنخرجوا من كاتب جديد، شحال غنخرجوا من فنان تشكيلي جديد، شحال غنخرجوا من فرق مسرحيه جديده، شحال هذا هو العام. خصنا نقربوا دابا معرض الكتاب مشى لنا هذه السنه لظروف ما نعاودوش نرجعوا لها،
كنا نقربوا الكتاب للمواطنين، كان خصنا نديروا 16 المعرض 16 المقاطعه نقربوا الكتاب للمواطنين باش حب راه بزاف المهام عند هذه الشركه الملك. للاسف لحد الساعه كيبان ضعف كبير العمل، وكيبان بان مكتب مجلس مدينه ما قادرش يواكبها ولا ما قادرش يقرر فيها، ولحد الساعه مجلس مدينه لم ياتينا كاعضاء مجلس باي تصور واضح لا في الجانب الثقافي ولا الجانب الرياضي. بالنسبه لك انت عضو في مجلس مدينه الدار البيضاء عن حزب الاتحاد الشراكي، اشنو هو التصور ديالك باش تخرجوا من هذا المشكل تاع غير الملعب؟ نقعد دابا حنا في الملعب لان المناسبه شرط الملعب. شكون الشركه، شكون الجهه اللي خصها تدبر هذا الملعب محمد؟ شوف انا ما كيهمنيش الجهه اللي كتدبر، انا كيهمني مصلحه الجمهور. اي جهه اللي غتقدر تعطينا مصلحه الجمهور وتعطينا فرجه ممتعه تعطينا احترام فيه المتفرج، هذا احنا معاه. الان الملعب ثلاثه الحوايج قلت لك، اولا خصنا انسنوه كما قلت قبيله، خاص الملعب يولي ملعب مؤسسه، ماشي غير ماشي ساعه ديال الملعب، خصو يكون فيه مراكز تجاريه ومراكز اقتصاديه، خصو يكون الجماليه ديالو، خاص المرافق الصحيه تكون في المستوى، خاص الدخول. دابا حنا الجمهور كيدخل، حتى حنا جزء من الجمهور، خصو يدوز من ثلاثه البلايص وهو كيعطي الورقه. يكفي ما عرفتش فين غادي. شوف مادام عطيت الورقه ديالك في الدخله انتهى الامر، ما بقى عندك حتى شي بلاصه في الدخول. حنا الا غنديروا تيكي وخصها تكون تيكي الكترونيه، ولكن خاصها تكون البوابات اللي كتستقبل التيكي في المستوى اللي كتفرز، واش هذه الورقه مزوره ولا كانوا قالوا يديروا بوابات كذا. شوف حنا دابا حنا لحد الساعه كنقولوا سوف، دائما حنا سوف سوف سوف. هذا الملعب تخسرت عليه الملاير، هذا الملعب هذه الشركه كان عندها الوقت الكافي، لان بسبب جائحه الكورونا الملعب توقف سنتين. للاسف كيبان بانها ما اجتهدتش ما اشتغلتش ما وجدت لنا حتى شي بديل، والنتيجه ان احنا دابا في مقابله اللي هي مصيريه ديال الفرق ديالنا للوداد والرجاء، ومقابله متبعه الاعلام العربي والدولي وهذا للاسف دابا الا تبعتي القنوات المصريه والقنوات الجزائريه ما كيتكلموش على كيتكلموا على السياء ديال الجمهور على الطريقه ديال الاوراق، وهذه كتعطي صوره سيئه. فإلا غنبقاو ندبروا لحظه بلحظه، دابا اليوم غندويو غدا كلا غادي نبدلوا التيكي غنديروا كارطه وبعد غدا. شوف خاص تكون رؤيه موحده، رؤيه موحده متفق عليها، وخاص مجلس المدينه يكون عنده القرار الاول والاخير. نجلسوا نناقشوا في داخل اللجنه الثقافيه والرياضيه وداخل الدوره، ونتحركوا ونفرضوا على هذه الشركه الا ما كانتش مستعده تحط سويرتات وتخلي الناس اخرين اللي يقدروا يحلوا المشاكل الجماهير. سي مروان شكرا جزيلا على قبول الدعوه، متتبعي قناه انفاس بريس الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله، ونتمنى التوفيق للفريقين الرجاء والوداد. الدوري نتمنى التوفيق للوداد والرجاء ان شاء الله، وغيكون الربح ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا جزيلا متتبعي قناه انفاس بريس على المتابعه.